تثبيت جيد، استلام من ديفايو، محاولة تمرير كرة ممتازة خلف المدافعين، ولوسيو يخلص لكنها بالخطأ، وخيمينيز في فرصة سهلة. هنري خيمينيز في فرصة سهلة. شهد الطرد أفضل مدافع أوروبي لهذا العام البرازيلي مايكل. كرة من الركنية الأولى في المباراة عالية لصالح بولونيا. تتخلص وتعود للتسديد لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. نفذ كرة عالية من الركنية أمام المرمى، خطيرة كانت. خطيرة. في مباراتين، لقاء باري واليوفي، لقاء عفوا روما وتشيزنا، عرضية أمام المرمى، ميليتو يحاول الكرة بالطول عليه وتخرج إلى خارج أرض الملعب. ويسلي سنايدر مع التنفيذ في الركلة الركنية الثانية لصالح الإنتر. كرة عالية داخل منطقة الجزاء تتخلص من مودينغاي وتعود إلى كامبياسو، يأتي مع التسديدة كامبياسو لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. مقطوع الكرة من سنايدر من مودينغاي ولكن لا وجود لخطأ. سنايدر عموما في أرض الملعب، محاولة أمامية، ميليتو يحاول التسديد، الكرة تصطدم وتعود إلى ماريغا، التسديدة تمر أمام بانديل. سنايدر عاد إلى أرض الملعب بعد أن تلقى العلاج. كرة ملعوبة عالية إلى القائم البعيد، فيفيانو في المحاولة أيضا لصالح الإنتر، ما تزال الهجمة لكن الكرة تتخلص، تتخلص من قلب الأكداء. ومودينغاي يقود هذه الهجوم، يحاول التمرير كرة إلى ديفايو، ينجح إلى ديفايو، عرضية من ديفايو والمحاولة من خيمينيز، استلام وتسديد إلى خارج أرض الملعب للمرة الثانية. صاحب الأداء المتجدد الدائم هنا، محاولة من جوران بانديف، ينطلق بهذه الهجمة، ملعوب الكرة إلى ويسلي سنايدر، سنايدر يحاول ولكن إيميليانو فيفيانو ينقض على الكرة سريعا. لا وجود لخطأ، خاطئ الآن من جاركس، تعود الكرة من سنايدر، سنايدر باليسرى يمرر إلى إيتو، إيتو بالتمرير أيضا وتتخلص رأسيا من الدفاع لكنها تعود إلى حارس المرمى. عند أفراد لاعبي بولونيا وسيطرة للإنتر، وسنايدر يأتي بالتسديدة تعتري عارضة مرمى فريق بولونيا. في محاولة أمامية أخرى هنا الآن ناحية ألبين إكدال، يحاول من بعيد لكن تسديدة بعيدة عن مرمى جوليو سيزر. ليس هو اللاعبون فقط وقلة حماسهم لكن برضو بولونيا والعودة، وهنا الرأسية سهلة، سهلة من جوران بانديف. كريستيان كيفو إلى سامويل إيتو، إيتو يأتي هنا بالمهارة وفرصة عرضية أمام المرمى، ميليتو يحاول إعداد لبانديف، بانديف داخل منطقة الجزاء، سنايدر وفيفيانو يدخل، فيفيانو يدخل بشكل جميل أيضا مع الالتفاف ومحاولة التسديد لكن الكرة مقطوعة، تصل إلى ويسلي سنايدر مرة أخرى باتجاه المرمى، هذه المرة فيفيانو يخلصها، تصل إلى لوسيو، ما تزال هجمة للإنتر، لوسيو عرضية، الكرة إلى خارج أرض الملعب. سنايدر وركلة حرة، الكرة تصطدم في القائم، تصطدم في القائم. إيتو بيحاول بجانب سنايدر لكن يفضل لعب الكرة إلى كوتينيو، كوتينيو الاستلام الأول غير ناجح لكنه يأتي بكرة عرضية والكرة تصطدم في حارس المرمى. وهنا ركلة حرة مباشرة، هي المرة الثالثة اللي ينفذها الآن سنايدر، سنايدر باتجاه المرمى مباشرة، الكرة تصطدم في الدفاع وكادت أن تخالط حارس المرمى. بدل الضائع ماركو ديفايو ومودينغاي، ماركو ديفايو حياة صد بشري، تسديدة من بعيد وجوليو سيزر يمسك فيها، ولكن هنا أيها الأعزاء يطلق حكم اللقاء الحكم السيد باولو فاليري، صفرته مع نهاية شوط المباراة الثاني.